أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج، وصحتك في أكلتك وفي طبقك وفي مطبخك. كل الكلام ده بنشوفه وبنطبقه يوم الحد من كل أسبوع، بنخلي الأكل صحي ولكن بالطريقة اللي هي المعتادة بنسبة 80-90%. الطبق اللي بنعمله بتبقى فيه كل العناصر الغذائية اللي احنا عايزينها ولكن بطريقة صحية. زي مثلا النهاردة هنعمل طاجن الخضار بالدجاج. دجاج صدور فرخة سليمة، بنشيل الجلد بتاعها طالما ان احنا بنعمل اكل صحي عشان نتخلص من الدهون. ومعانا تشكيلة من الخضار من خير ارضنا، اذا كان بطاطس، كوسة، بتنجان، كل انواع الخضار اللي موجودة عندك. وطبعا يتقدمهم في المرتبة الاولى البصل والثوم اللي هي الدرنيات المفيدة جدا اللي بتخلصنا من الكوليسترول. معانا كمان المانجا وهي السناد مغرقة السوق بحلاوتها وبسكرها. وطبعا المانجا بتاعتنا المصرية مش موجود زيها في كل أنحاء العالم غير في مصر بس أم الدنيا. المانجا النهاردة هنعملها سموزي، هنعملها بطعم النعناع، هنشوف نعملها ازاي، وتاخد فليفر من الليمون هتتحول لمكان تاني مع قليل من السكر. ولكن للأمانة المانجا بتاعتنا مش محتاجة سكر، هي كده كده طعمها سكر. معانا سلطة النهاردة لطيفة وجميلة، سلطة الخس بالشوفان، هنضيف لها التفاح الأخضر مع خل التفاح. السلطة دي تحرق الكوليسترول، فيها التفاح الأخضر وطبعا هو بيكون موجود في السلطة مع خل التفاح نسبة قليلة، وعصير الليمون والشوفان طبعا اللي هو بيتصدر القائمة الأولى في العيادات التغذية. أي دكتور تغذية يقول لك كل شوفان مع حليب، كل شوفان مع سلطة، تعالوا نستخدم الشوفان أو حبوب الشوفان في حاجات كتيرة هنشوفها مع بعض النهاردة. مش عايز أطول حضراتكم نظري، خلونا نشتغل عملي، نعمل الأكل بتاعنا ونشوف التفاصيل والمعلومة الغير معلومة في الحلقة بتاعتنا النهاردة. والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. جديد كلام نظري احنا عايزين ننفذه علمي، ولكن تعالوا عمل ازاي. اذا معانا صدور فراخ او وراك فراخ، يفضل الفراخ نجيبها سليمة ونشيل الجلدة اللي بتبقى موجودة على الوش ونتخلص من الدهون اللي موجودة اللي ما بين الجلدة وما بين اللحم، دي اللي موجود معانا دلوقتي. ومعانا بتنجان ومعانا لحمه الابيض والاسود الاثنين مع بعض، ومعانا الكوسه ومعانا الجزر ومعانا بطاطس وبصل وتوم، كرفس. كرفس دايما بيبقى ملك الطواجن والصواني، كرفس بيعلي من القيمه الغذائيه العاليه جدا وخاصه في الطواجن اللي احنا نعمله طاجن الفراخ بالخضار. المقادير على الشاشه تصوريها بالتليفون او تكتبيها ورايا سريعا علشان نكسب وقتنا، ووقتنا من ذهب على شاشه القناه الاولى، كل ثانيه احنا اولى بيها. تعالوا نبدا الاول بتقطيع الخضار بطريقه حلوه كده تناسب الطاجن اللي هنعمله. سكينتك حاميه في ايدك، البطاطس معانا متقشره، وبعد ما تقشريها الطبيعي انك بتحطها في ميه علشان ما تسودش بالشكل ده كده. طبعا الخضار هنا مش هيخش يتحمر في قلب الزيت زي قصه الترلي، بالعكس هيكون كله ني في ني، ولكن بالطريقه هنشوف نعملها مع بعض ازاي. وانا بعشق البطاطس لما بتكون جوه الخضار، يعني جوه مع الكوسه مع الفراخ مع شوربه الفراخ، البطاطس بتاخد طعم تاني. عارفين ليه؟ ليه بقى؟ هو ده الكلام، عشان البطاطس غنية بالنشويات فبتمتص بسرعة الفليفر والطعم والبيون بتاع الشوربة، عكس الكوسة وعكس الجزر. شوية البطاطس دول حلوين، إنما بقية الخضروات ما هيش بتمتص السوائل زي البطاطس. طبعا هي مش بمزاجها لأن هي غنية بالنشويات والكربوهيدرات، خاصة النشويات بتمتص الإيه؟ الطعم. ده البتنجان بتاعنا الأسود الجميل، نفس الطريقة ناخد البتنجان الابيض، تروح عند بتاع الخضار بتلاقي ما لذ وطاب، كل انواع الخضار موجوده. هتقعدي مع نفسك كده خمس دقايق، دايما اتعلمي حاجه لما تخش المطبخ وتعملي مثلا اكل صحي زي النهارده، ورقه وقلم كده وتقعدي زي الباشا تشربي كوبايه القهوه بتاعتك، كوبايه الشاي الحلوه سكر قليل زي الشيف. انا بشربها القهوه من غير سكر والشاي من غير سكر من زمان على فكره. وتبدأ تفكري انك تقعدي بس خمس دقايق مع نفسك في المطبخ كده تفكري هتعملي ايه، بتوفري من الوقت كتير، لان دايما يقول لك تظبيط الشغل اهم من الشغل. انا هعمل ايه؟ بتبداي تحط النقط على الحروف. ده الخضار اتقطع بالشكل ده كده، الجزر هياخد شكل تاني عشان بياخد وقت كبير في السوى، نقوم نقطعها كده صغيره
معانا ميه بتغلى على النار، يفضل طبعا الميه دي علشان الشوربه بتساعد في عمليه السوى. ده كده الجزر جاهز زي الفل يا عم الشيف، تسلم ايدك. حلو قوي تشكيله من الخضار هي لطيفه وجميله. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنشيل كل ده من هنا ونوسع لنفسنا. حلو قوي. اول حاجه هعملها صينيه شديده الحراره اللي هي تخش النار او هتخش الفرن معانا بالشكل ده كده. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنحط فيها معلقتين من زيت الزيتون. حلو قوي. عايز فليفر وعايز طعم، انا اعمل ايه بقى؟ بشياكه كده معانا عود روزماري حلو، معانا عود زعتر حلو، بناخدهم مع بعضيهم كده وفص توم، ونقف عند الصينيه الحلوه دي كده اهو في قلب الزيت مع التوم. شفت الطريقه دي اهو؟ هنا اتحولت الصينيه هنا للزيت اللي انا هحمر فيه، واخد طعم الروزماري وطعم الزعتر. دي المدرسه المغذيه. حلو قوي. ونحط كمان معلقتين من الزيت، وناخد الخضار بتاعنا الجميل الحلو ده كده، اذا كان البطاطس اللهم صل على النبي، اذا كان الكوسه في قلب الصينيه الله، كل دول مع بعضيهم. شفت انا برتبها ازاي؟ طريقه سهله خالص. نعم يا غالي اصبر على رزقك، بقول لي الفراخ مش كنا حطيناها الاول؟ لان هي هتاخد وقت كبير من السوا. والله يا فاروق انا برسم الطبق في ذهني قبل ما ببدا اقطع في الخضار، يعني انا متخيل الطبق ده هيطلع ازاي قبل ما اقطع الخضار، فتصبر عليا شويه. كل تشكيله الخضار دي مع بعضها كده في قلب الايه؟ في قلب الصينيه. كل اللي انا هعمله دلوقتي بحط شويه البهارات بتوعنا الحلوين، واسيب الخضار بالشكل ده كده، سنه بابريكا حلوه، شويه كمون زي الفل، الملح بتاعنا، موضوع بسيط وسهل، وشويه الفلفل الاسود، واسيبها على النار هسه. ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ الزعتر اللي انا حطيته مع الروزماري مع معلقتين زيت الزيتون، نزلت بالخضار، اكيد طبعا الزيت هنا خد الفليفر بتاع التوم والروزماري والزعتر كله مع بعضه. بسيبهم على النار بيتحمصوا شويه كده، وناخد الفراخ بتاعتنا الجميله اهي، تعالي يا حلوه، ونقطع الفراخ بالشكل ده كده شرايح على نفس البلانشه اللي انا قطعت عليها الخضار. ده صدر من الفراخ، صدور زي ما انت عايزه، اهم حاجه نشيل الجلد طالما بنعمل اكل صحي. حلو قوي. هناخد الفراخ دي زي ما هي كده بنتبلها، في اسرع من كده، في اسهل من كده، في اروق من كده. دي الفراخ بنحط عليها فص من الثوم، معلقه معجون طماطم صغيرة، بصلاية ناعمة، ده على الفراخ. حلو قوي. حطيتش أي مادة دهنية اهوت. حلو. فراخ، معلقة معجون طماطم، بصلاية ناعمة، فص توم، وأنا شغال كده مع عصرة ليمونة حلوة. اللهم صل على النبي أهو. ونروح عند زيت الزيتون الحلو بتاعنا، نحط عليهم معلقه زيت زيتون. دي الفراخ. طب ممكن نعمل الطاجن ده باللحمه يا شيفنا؟ ممكن. ممكن نعمله بالجمبري يا شيفنا؟ ممكن. ممكن نعمله بالسمك يا شيفنا؟ ممكن. شويه بهارات حلوين من ايدك على الفراخ مع البصلايه والتومه. ايه السهوله دي يا عم الشيف؟ للامانه كمان عايز احط شويه زعتر كده. انا تبلت الفراخ لوحدها ومعانا الخضار بتاعنا في قلب الصينيه. هتعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي حالا وانا شغال اهو؟ اخد الفراخ دي ارصها كده على الخضار. شفت الشقاوه؟ شفت الخبره الطهويه لما بتقول كلمتها هنا؟ الصينيه دي جاهزه هتخش الفرن دلوقتي، الفراخ دي هتتشوي
كأنك بتشوي فراخ أو بتعملي شاورما، تطلع الفراخ متحمرة على وش الخضار، طعم تاني وشكل تاني بتفاصيل صغيرة. اه معايا مية بتغلى على النار، برص الفراخ كده على الخضار، ولازم تتقطع شرايح رفيعة عشان ما تاخدش وقت كبير من السوى. تقوم الفراخ تنزل الجوس بتاعها والبيون بتاعها والطعم بتاعها يا عم الشيف، وتنزل فين؟ على وش الخضار. معانا شوية مية، دول كفاية قوي، بنروقهم كده مكان التتبيلة بتاعت الفراخ. التفاصيل دي معانا يا شباب، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ تشريبة حلوة بقى للصينية، يلا بينا. اهو اهو، الله عليك، الله عليك وعلى والديك. حلوة اهو. ايه المدرسة دي؟ ايه السهولة دي؟ ايه البساطة دي؟ اهو البساطة، البساطة يا عيني يا البساطة. على الفرن يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. درجة حرارة الفرن عندي 180. لا انا هسيبها مش هدخلها، لا اجيبها لي بالله عليك والنبي. الصورة دايما تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى، الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها دايما. هناخد الصينية دي زي ما هي كده بتفاصيلها، أهي أهي، يلا في الفرن، يلا بينا. أهي بصي لي عليها، الله يوفقك. أهي يلا، مش هطلع الفاصل غير لما اشوفها. ايوه ده الكلام، والصوره من داخل الفرن تتحدث عن نفسها ايضا. حاضر يا فندم. اهو حاضر، اتفضل يا غالي. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال دي؟ اهو. لا انت هتاكل الخضار بالله عليك وتسيب الفراخ، شوف الحلاوه دي وصلي على رسول الله. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ دايما لما بقول الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. الفراخ مستوية بطريقة شيك، عاملة زي شيش طاووق كده، لطيفة وجميلة. الخضار مستوي. القصة هنا بقى في العود الروزماري والزعتر اللي خد الصدمة النارية مع معلقتين زيت زيتون وفص توم، فالطعم هنا والفليفر كله، كل ما تنزلي بالمعلقة تحت كل ما تلاقي كنز من الإبداع والإبهار. جيبولي القلب الصينية يا رجالة، إيه هو ده؟ أنا عايز ده، إيه الحلاوة دي؟ الصورة الحلوة دي ما تتفوتش. الله يبارك لك عم سامح. حلو، سموز المانجا هنزينه دلوقتي بورقتين نعناع اخضر حلوين، ممكن بسلايز من الليمون حسب الرغبه. صينيه الفراخ بالدجاج لطيفه وجميله، شفنا المدرسه بسيطه وسهله. نفس الصينيه اللي حطينا فيها الخضار حطينا فيها الدجاج ودخلناها الفرن، بس اهم حاجه تكون مجهزه الشعله بتاعه الفرن. الصوره حلوه كده مخرجنا زي الفل تمام. وعملنا سلطة بصراحة فيها كل التفاصيل، إذا كانت التفاحة والخيار أو الشوفان والخس بتاعنا الجميل، يعني السلطة دي لوحدها وجبة لطيفة وجميلة مع عصير المانجا أصبحت حاجة زي الفل. النهاردة الحد زي ما قلنا لحضراتكم، دايما بننتظر من الشيف المغازي نفتح التلاجة واللي موجود فيها بنطلعه ونعمله أكل صحي، ما بكلفكيش حاجة، هي الموجود هنعمله بطريقة أكل صحي. ولكن المدرسة المغازية بتقول إيه؟ بتقول كل المكونات نهرب من الدهون، اذا كان زبده سمنه بلدي تاخد اجازه النهارده، الزبده تحط ما زقتش لا جنب الزبده ولا السمنه، هو كل استخدامي مع معلقتين زيت زيتون. انت ممكن تستخدمي اي نوع زيت عادي مفيش اي مشكله، ولكن الطريقه نفسها طريقه لطيفه وجميله بعيد عن المقليات او الحاجات اللي فيها سمنه او الكريمات والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.
بودكاست.